السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرة خواتاتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا هنا، رانا في لا رو داكس، رانا في البروميير اغونديسمون عند الحانوت تاع الجزائري اللي يبيع البدعيات والكسوة تاع العرب. دونك كان جاب هاد البدعيات تاع القاطفة، عجبني الكتان تاعهم. جاي القاطفة تاعهم رقيقة، ماشي هذيك الخشينة اللي تقطن، جايه سوبل كيما راكم تشوفوا تبري. دونك شابين هاد البدعيات، عنده بدعيات من نافورو حتى ل 15 اورو. دونك كل وحده والسومه تاعها. كاين ثاني هاد الموديل اللي فيه الورد، فيه بزاف لي كولور ثاني، فيه في المارون، في الروج، في البلو، في الفير، شتاني ربي في الروج ثاني، وفيه النوار ثاني بالمارون. كيما راكم تشوفوا هادو هما البدعيات. ما صورتش بزاف، كانوا نسا ثاني يدورو على ديك، ما قدرتش كيفاش نصور. عنده ثاني هادوك القاطونات تاع بكري، هادوك بدعيات مقطنين. عنده السراويل تاع القطن، عنده بزاف صوالح تاع العرب اللي نسحقهم حنا. وهنايا راني في التهويده في لا غيداكس، في وحده الدوران نسيت كيسموها هاد الجهه. المهم مانيش بعيده على لا غيداكس. عند هنا تاني خاوتنا المغاربه هنايا عندهم هاد لي ماغازان، يبيعوا سبيسيال غير لي طابي، وكاين اللي يبيع لي طابي ويبيع هادوك لي ليستخو كاع. هذا سبيسيال غير تاع الطابيات. كانوا خاصيني واحد الديسوندلي. شوفوا هذا الطابي تاني شباب، يجي في لي شومبر، جاي فيه 1.60 متر سور 1.10 متر ولا 1.20 متر. شوفوا شحال شباب، جاي قري، يدير جو كخوا قال لي 45، كيخليه لي 40، مي ما ديتوش، اللي قال لي نكون باللوطو سي ميو. ديت غير لي ديسوندلي دوكم، كاش نهار ان شاء الله نصورهم لكم. هنا تاني حانوت غير كيف كيف، هما ثلاثة ولا أربعة الحوانيت يبيعوا كاع كيف كيف، يبيعوا كوفيرطات، يبيعوا هاد لي طابي. لي طابي عندهم كاع لي موديل وكاع الأشكال وكاع الألوان كيما تبغي نتي. كاين هادو لي يجو هكا رطبين، وكاين دوك لي يجو مشعرين، كاين الموبرين، كاين بزاف لي موديل، وكل واحد بيان سيغ السومة تاعو. واليوم حضرت معاكم كيكة تاع الكراميل، كيكة ولا أروع على طريقتي أنا. ان شاء الله رايحه تعجبكم، سهله مهله، اقتصاديه، وتجي بنينه بنينه بالبزاف. وحضرت معكم صلصه الكراميل اللي هي كراميل بور سالي، تجي فيها شويه لوغو تاع الملوحه، ماشي مالحه بزاف، مي فيها ان اغيغو اللي هو مالح. دونك هذه الكيكه راهي على طريقتي، وتجي سهله مهله واقتصاديه، وما شاء الله يعني تحمل لك وجهك. ما مديريها للضياف يجوك على غفله، ولا برك يكونوا عندك المقادير في الدار. ما فيهاش بزاف صوالح، دوك نقول لكم على المقادير. كما راكم تشوفوا ما شاء الله جات خفيفه، اسفنجيه كي ليبونج، تدوب في الفم والبنه تاع الكراميل، راه فيها في الوسط ومن برا كراميل. دونك هذه الكيكه راهي كاع كيما راهي، كراميل في كراميل. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش خدمت هذه الكيكه ومقادير الوصفه وطريقه التحضير، خليكم معايا وتدخلوا وشوفوا كيفاش حضرنا هذه الكيكه. خفيفه خفيفه، روعه روعه روعه، كيك يومي يعني اقتصادي، جد بسيط، سهل مهل، توجديه بالخف والبنه. ما نحكي لكمش الشيرات، البنه جد جد رائعه. ان شاء الله برك تجربوها وتعطوني رايكم في لي كومونتير. خليكم معايا باش نشوفوا مقادير الوصفه وطريقه التحضير. اذا هنا على بركه الله نبداو بسم الله. نجيب البول تاعي، عندي ثلاثة حبات تاع البيض، يكونوا كبار شويه ماشي صغيرين. عندي كاس تاع الزيت ناقص اصبع، عندي كاس تاع السكر، عندي هنايا 3 كيسان تاع الفارينه، عندي 3 مغارف كبار تاع فلون ذوق الكراميل، وعندي 15 غرام خميره الحلوى، وعندي هنايا عطر الكراميل. هذا اللي يعطيها لوغو تاع الكراميل، يجي بنين بالبزاف. نبداو بسم الله في البول تاعنا، نفقصوا هادو 3 حبات تاع البيض، ما يكونوش باردين بيان سور، تكونوا خرجتوهم من الثلاجه بواحد الساعه ولا. دونك 3 بيض يكونوا كبار من الحجم الكبير، ماشي دوك الصغيرين وماشي متوسطين. ولا درتو متوسطين يعني الفارينه رايحه تختلف في العبر تاع الفارينه. هنا كنت نسيت لو بو تاع الفلون ذوق الفاني، دونك عندنا هذا لو فلون فاني، وعندي تاني الملح، ما نساوش الرشه تاع الملح لتحسين الذوق. راح ندير دروك الكاس تاع السكر، ونفس الكاس اللي تعبروا به السكر تعبروا به الفارينه والزيت. نديرو تاني هادوك 3 مغارف تاع الفلون ذوق كراميل، هذا هو. كنت ديت 3 مغارف برك، ما درتش كاع الكيس، يعطينا تاني هذاك لوغو تاع الكراميل.
ودروا قبل الدراب الكهربائي، تنجموا غير بالدراب اليدوي، بصح رايحين تعياو ولازم تطلعوا مليح هذا الخليط حتى يولي على شكل كريمي ويتضاعف الحجم تاعو ويبيض. نضربوه مليح مليح، داك السكر قاع يدوب والبيض يتخلط معاه ويولينا القوام تاعو كريمي، ميم لو فوليوم تاعه رايح يزيد، الكثافه تاعو رايحه تزيد. هنا نجيب الكاس تاع الزيت اللي هو ناقص اصبع، رايح نديرها على دفعات مع التضريب المستمر، نديرو على 4 ولا 5 تاع الدفعات وحنايا نخلطو بالدراب الكهربائي. سهله اقتصاديه هاد الكيكه وتجي شابه تحمر لك وجهك. فوالا نضربو شويه قد ما يدخل لنا الزيت يتخلط مليح هنا مع البيض والسكر. فوالا دروك شنو نديرو، نروح نجيب مغرف، راح ندير مغرف كبيره ماشي معمره بزاف تاع عطر الكراميل، كيما راكم تشوفوا مغرف ماشي فايده، مغرف ممسوحه عطر الكراميل، هذا تاني يعطينا يحسن لنا الذوق ويعطينا هذاك لوغو تاع الكراميل. وهنا نروح نجيب لوبو هذا تاع فلون كراميل، فوالا نديروه، ونفس البو رايح نعبر به الحليب. دونك درنا ان بو تاع فلون كراميل وبنفس البو رايح ندير تاني ان بو تاع تاع الحليب عفوا. هنا بعد ما ضربت داك الفلون والحليب شويه تاني قد ما تخلطوا لنا في الخليط، رحت جبت الكاس الاول تاع الفارينه، زدت معاه 15 غرام تاع الخماره تاع الكاطو وصفيتهم في رحبه. رايح نزيد كاس تاني دفعه واحده ويبقى لنا كاس ثالث، سا ديبون نديروه كامل ولا نديرو نصه. هنا نزيدو نضربو غير شويه تاني قد ما تخلط لنا الفارينه في الخليط. هنا حسيت بلي القوام تاعي راه ناقص فارينه، راح نزيد غير نص الكاس ونشوف. دونك كانت دات لنا 2 كيسان ونص تاع الفارينه، ونخلطو مليح. هذاك لو بو تاع الفلون ذوق الفاني، هذاك كراميل عفوا، فيه 100 غرام، دونك درنا 100 غرام فلون كراميل وزدنا معاه 100 غرام تاع الحليب. ما خليتش هنايا بهذاك الرش، شحال نتنرفا كي نوسخ كيما هكا الكوزينه بالرش. الباتيغ كي تكوني تباتي به يطير بزاف هذاك الزعط كيما نقولو حنا، يطير على الحيطان وعلى الصوالح. هنا جبت المول تاعي اللي يدخل الفرن، كنت درت له الزبده ورشيته بالفارينه، ايوا نفرغ فيه الخليط تاعي دفعه واحده، نخبطه شويه باش يخرج كاش فقاعات. دخلته على نار 180 غير من تحت برك حتى يطلع لي الكيك تاعي وينشف، نحمر له الوجه الفوقاني. هنا نروحوا للكراميل تاعنا اللي هي بيغ سالي، درت هنا كسرونه ثقيله كيما راكم تشوفوا، درت فيها كاس تاع السكر نار متوسطه، من بعد زيت لها شويه قد ما بدا يدوب كيما راكم تشوفوا، درك نقص لها شويه. هنا راح نخدموا الكراميل تاعنا، راهي سهله مهله، مقادير موجوده في كل بيت وتجي بنينه، تجي كيما التوفيا اللي تتباع في البلاد، نفس لوغو تاع التوفيا كيف كيف، يعني ما كاش فرق بيناتهم. هنا راح نقص كيما راكم تشوفوا، بعد ما داب لي السكر ما توشوش في الاولى حتى يبدا يدوب، ويبقى لكم غير كميه صغيره في الوسط بلا ما توشوه في الاولى، وما تخلوش ينحرق. ماذا بيكم النار هنا تكون متوسطه مهيله بزاف. هنا عاد باش جبت المغرف تاع اللوح وراني ندوب في داك البقايا تاع السكر اللي بقاو. بعد ما داب لي السكر مليح مليح ما بقاتليش حبه تبان، روح جبت مغرف كبيره تاع الزبده. هنايا من الاحسن الى عندكم هذيك لو بار دو ميسال، من الاحسن، انا ما توفرش عندي هذاك الدهان اللي تبع مالح، فيه شويه ملح يعني دو ميسال، درت من بعد ندير رشه تاع الملح. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما ذوبت هذيك المغرف كبيره تاع الدهان، نجيبو كاس تاع الحليب. هنا من الاحسن الحليب تاعكم يكون حامي الشيرات، انا كان دافي برك، نتوما حموا هذاك الكاس حتى يبدا يغلي، كي يبدا يغلي طفي عليه وزيديه هنايا فوق هذا السكر والدهان. كما راكم تشوفوا هنا هذا الوقت هنايا وخروا وجوهكم كي تقيسوا هذاك الحليب، يدير لافابور، وديك لافابور قادره تحرق لكم وجوهكم بعد الشر. لازم كي تفرغي الحليب توخري وجهك هكا، تنشيه على جهه وفرغي داك الكاس تاع الحليب، كوني حذره لا تحرقي روحك. بعد ما دابلي داك الحليب مع السكر تاع الكراميل، هنا شا عندي، عندي مغرف تاع مايزينا درت معاها 3 مغارف تاع الحليب وحركتهم مليح مليح كما راكم تشوفوا، راه خليط كي اللبن ثقيل، نزيدو نحركو قدام لنصبوها في الخليط. كما راكم تشوفوا الحليب من زدته الساع دار كي الرغوه بغى يفيض، على ديك لازم لكم الاناء تاعكم يكون كبير على الكميه تاع الكراميل. زدنا هذاك المايزينا اللي قلت لكم ذوبتها مع 3 مغارف تاع الحليب، ونبدا نحرك. كي تبدا تغلي يعني غاليه زوج نطفو عليها، فوالا كيما هكا صاي طفيت عليها، درت رشه صغيره تاع الملح باش تعطينا هذاك لوغو تاع لو سال اللي تجي كراميل بيغ سالي.
هنايا قادره تلقى واحد التكتلات تاع المايزينا، ما تخافوش بالخف بالميكسر ميكسوها وانتم تحصلتوا على كراميل رائعه صنع منزلي بنينه بالبزاف بدون حافظ، ولا كيقولها بدون مواد حافظه، كراميل طبيعيه وتجي بنينه. صدقوني الشيرات والله العظيم لا تجي بنينه كيما التوفيه قلت لكم اللي تسبح في العلب. نفرغوها في اناء ونخلوها تبرد بجه هنا، سوا ديري لها لو فيلم اليمونتير دخليها للثلاجه تخليها تبرد تماما، سوا تخليها في بلون دو ترافاي عفوا تخليها حتى تولي دافيه ولا بارده. انا تقلقت عليها شويه خليتها غير دافيه برك، غادي نخليها واحد نص ساعه ولا 20 دقيقه تبرد على جهه. والكيك تاعنا راهو طاب، راني خرجته من الفرن خليته يبرد في الكغياج في الشبيكه. بعد ما برد لي الكيك تاعي تنجموا ديروه على الوجه الثاني، ولكن انا نخير نديرها على هذا الوجه اللي يجي مرشوم كما راكم تشوفوا، يعني درتها على كفاه هو يجي كيما هكا لا ديكو زعما، مي تبغوا تزينوه ديروه على كفاه من الاحسن. هنا نروح نجيب ديك الكراميل تاعي، راهي دافيه ماشي حاميه بصح، راهي كي درت صبعي فيها ما حرقنيش شويه برك فيها هذاك الحموان. نروح نطلي الكيكه تاعي من الفوق هكا ونسيحها شويه، خليها تهود كي الدمعات على جهه، فوالا خليها دير هذوك الدمعات على جهه، ونطلي كاع الوجه من الفوق وفي الوسط كما راكم تشوفوا. والتزيين يبقى اختياري، هنايا اللي عندك ديريه، خليها كيما راهي وتجي بنينه بهذاك الغامل. انا كانوا عندي هنا رقائق تاع اللوز ايفيلي، رحت حمصتهم شويه في المقلاه بالخف، راح نديرهم كتزيين من الفوق وعطاهم بنه. شنو نقول لكم شيرات، اللوز مع الكراميل يتوالموا بزاف وبنه تاعهم بنينه بنينه. تنجموا ديروا كاوكاو مطحون، تنجموا ديروا كيما طلع لكم فيرميسال شوكولا، هذيك نوات كوكو اللي طلع لكم. دونك هذه هي بعد ما بردت الكريم كراميل تاعي، راح نحتفظ بها في علبه صغيره ونخليها في الثلاجه الوقت اللي ندير هكا كيكه يوميه، ولا ندير من الفوق التزيين في بلاصه الكونفيتور والشوكولا نديروا هذا الكراميل. فوالا كان هذا هو الكيك تاعنا اليومي اقتصادي وبنين بالبزاف بذوق الكراميل. راح نقسم لكم بالطبع طرف باش تشوفوها كيفاش جات في الوسط، جات طايبه جات خفيفه اسفنجيه ما شاء الله. ان شاء الله برك تجربوا هذه الوصفه، راهي سهله يعني وما درتهاش ما شاء الله، مع الكراميل خدمناها في الدار صنع منزلي جات بنينه بالبزاف. فوالا هذه هي الكيكه تاعنا اليوميه، جات خفيفة وبنينة، لوغو تاع كراميل بنين بالبزاف كما كنتو تشوفوا اسفنجية. هنا ما دوكش نحط صبعي راهي كراميل. المهم راح نقطعها معكم باش تشوفوا القوام تاعها، شوفوا كيش جات طايبة ما جاتش محروقة، ولا كي يقولوا جات يا ربي نسيت هذاك لومو اللي يقولوا جات مشيمشة، جات محمرة كيما المشماشة هكا يقولوا مجمره. فوالا جات مجمره ما جاتش محروقه وما جاتش خضراء. ماذا بكم يعني طيبوها مليح، حطوا هذا اللون اللي يكون شويه احمر، تخلوهاش صفراء باش تجي بنينه. فوالا بعد ما قسمت لكم شوفوا كي ينقسم هشيشه هشيشه وطريه بنينه تذوب في الفم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم شيرات، ما تنساونيش بالبارطاج مع لافامي مع الاحباب في الفيسبوك في الجروبات في الواتساب، بارطاجوا شويه القناه باش تبان ويعرفوها الناس اللي ما عرفوهاش. ونشكر كل وحده دخلت عندي جديده نقولها مرحبا بك اختي، واللي دير لي جام كومونتير ربي يخليكم ليا حبيباتي ويحفظكم ان شاء الله ويعطيكم ما تمنيتو. هذه هي كيكه تاعنا، ولا تستحق جام ديروا لي جام وبارطاج. نقولكم تبقوا على خير، تهلاو في روحكم ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه.